لكل من اختيار قناتنا سي بي سي بنو قناة الشروق العامة. صباحنا كله جمال بحضور خبير التجميل لميس ومحطتها لمسة جمال. لنهار اليوم اخترت لكم موضوع مكياج إخفاء العيوب. صباح الخير لميس. أهلا. صباح الخير لطفي. صباح النور. صباح الخير أعزائي أعزائي المشاهدات. الموضوع تاع اليوم اللي راح نقدمه للسيدات مكياج إخفاء العيوب. بزاف من السيدات تقول لك انا ندير الفوندوتا تاعي ندير لو ميكاب كيما تتورينا خبيره التجميل، مي لو بروبليم ما يتغطاوليش. باغ اكزومبل وحده كان عندها ديجا الحب في وجهها ولا ديتاش بغون ولا عندها وجهها شويه محفر كيما كان عندها حب شباب ديجا وبرات منه ما بقاو هذوك لي طاش هذوك اللي ان شاء الله راح نوري لك ديزاستوس كيفاش تسبقي ديريهم قبل ما تبداي ديري لابليكاسيون تاع لو ميكاب تاعك. كاموفلاج. كاموفلاج وي بيان سور. ونبداو بالخطوات. نبداو بالخطوات. واش يلزم؟ الحاجه الاولى المكياج لاخفاء اثار حب الشباب. حاجه باش يغطي لنا هذيك حب الشتي حب الشباب يبرى ما يتقعد هذيك فوالا يقعدوا. الحاجه الاولى اللي لازمت لنا وشنو؟ تخيري فاغا بوبيير تاعك دون لو فيغ. فيغ كلير كيما راكي تشوفي. هاد لو فيغ سبيسيالمون هاد لو فيغ. علاش هاد لو فيغ هذا؟ باسكو يغلب لا كولور اللي تكون غامقه في الوجه يغلبها. الوغ يعطينا شغل كي يكون ميلونج بين هذيك لا كولور وهاد لو فيغ هذا يعطينا تناسق في البشره. ديجا هذا لو با الاول كي ديريه، ومن بعد كي ديري الفوندوتار راح تختفي هذيك الاثار نهائيا. الوغ عندنا هذه، عندنا فوندوتار كريم دون لو كلير. الكلير اللي عندك ديريها باش تعجني بها. وعندنا شويه ماشي بزاف شويه تاع الفازلين ابان اللي باش تمشي به لو ميلونج تاعك. الوغ نبداو على بركه الله. عندنا هنايا درنا هاد لو فاغ بوبيير. انا توجور ندير في هاد لي توي هادو تاع لي لونتي. علاش؟ باسكو نقدروا نحفظوهم لمده اطول ما يكون كاين حتى اشكال. درنا هاد لو فاغ هذا فاغ بوبيير، راح نخلطوا له شويه تاع فوندوتا. باسكو لو كان دير فوندوتا ديريكتومون فوق هذوك لي طاش برون ولا هذوك كاين اللي وجهها مثقب كاين الوغ ما يكاموفليلهاش 100%. درنا شويه فوندوتا ونزيدوا شويه نتاع فازلين. فوالا فوالا كالعاده نتحصلوا على عجينه بهاد اللون. ناكد على السيدات كاين بزاف فيغ، كاين فيغ دو فيغ ميليتير فيغ تا فيغ تا. الوغ هذا هو الفيغ المطلوب، هذا هو اللون الاخضر المطلوب اللي نخفيو به عيوب الوجه. لو كانت تبعيني سيدتي العزيزه راح تحصلي على مكياج بزاف شباب وبخوخ خالي من العيوب. فوالا كيما راكو تشوفوا درنا العجينه تاعنا، حصلنا على هذا لو فيغ. وكي العاده انا توجور لي سياج راح يكون في يدي. شوفي معايا باش نتاكدوا من لا كولور اللي ديريها اللي تخفي بها العيوب. فوالا هذا لو فيغ ني فونسي ني كلير. هنا هذا باش نخفيو به العيوب تاع حب الشباب ولا لي طاش برون ولا الثغرات اللي تجي في الوجه. كاين طريقه ثانيه اللي هي كيفاش نغطيو ومن بعد تحط بيان سور. هنا باغ اكزومبل عندها عندها هنايا باغ اكزومبل ثقبه هكذا تاع اللي شغل وتبان ان بو فونسي على لو تان تاعها. تعمر بهذا لو فيغ هذا، تعمر به هكذا تعمر تخي تخي بيان هكذا وتنسيستي تستومبي برك ما تمشيش. جست هي بوتيت تبان لها بيزار تقول لك انا عندي بزاف في وجهي عندي بزاف الاخر ليطاش الاخر صافي وجهي كاع يولي فيغ. اسكو هاد لو فيغ هذا راح يتخبى؟ راح يتخبى 100%. انا نضمن لك سيداتي العزيزه ما يبقى منه والو. بمجرد ما تعاودي تحطي عليه الفوندوتا راح يتخبى نهائيا، وراح هذوك ليطاش هذوك يتخباو 100%. الطريقه الثانيه اللي تغطي بها باسكو هاد لو فيغ هذا ما يغطيناش لي سيرن اللي تغطي بها لي سيرن، نفس الطريقة تستعمليها برك تستعملي ان فاغ بوبيير اورانج. هاد لا كولور نوري السيدة هاد الاورانج والله رايح للبغيك شوية. هذا شوفي مليح سيدتي العزيزة على هاد لا كولور
ديري نفس لو ميلونج بنفس الطريقه، تحطي وين لي سيغ جوست وين لي سيغ وين لي بوش اوسي، تحكمي غير بالعقل 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 غوش دروات، تريحي 5 مينوت ومن بعد تابليكي الفون دو تاعك راحين يختفيو نهائيا، راح راح تحصلي على مكياج بزاف بروبر. عطيتك اليوم سيدتي العزيزه هاد لي زاستوس لي دو كولور باسكو باش ما نعقدوهاش، الوغ شاك فوا لازم نروحوا غير بالعقل، مهما كان السيدات ماهوش دي بروفيسيونيل في هاد المجال اخلط فيه، نروحوا غير بشويه، مي هادي راح تعاونك باش تحصلي على مكياج شباب. نتمنى ان شاء الله تكوني استفدتي سيدتي العزيزه في حلقات قادمه بحول الله. سلام. شكرا لك لميس، نتمنى انه كل سيده استفادت من خلال هذا الموضوع اللي اخترته لميس. راح نستمتعوا بفيديو كليب رائع ومتميز لنجمتنا وضيفتنا اللي راكم تنتظروا فيها اكيد، والحديثنا مع نجمتنا حول الاخر عمل لها فيديو كليب اون سيمان ابخي للفنانه سميره لورانيز، نستمتعوا به وراجعين. تفضلوا.